الحمد لله على هذه الساعة المباركة اللي كان توجو مع الإخوان ديالنا في حي الرحمة مناسبة عيد الاستقلال. والحمد لله كنشوفوا هذه المبادرة الطيبة لصاحب الجلالة نصره الله. جميع المواطنين فرحانين وجميع الرياضيين لا قدماء ولا جدود، نتمنوا على هذه المبادرة هذه باش كل سنة تكرر ونشوفوا وجوه جديدة ونشوفوا ناس اللي هما كانوا في مستوى عالي ولعبوا قبل منا. كنشكروا الصحافة الوطنية اللي عندها واحد دور مهم من بعيد ومن قريب وكتبحث على الرياضيين، كنشكرهم بزاف ونتمنى التوفيق للجميع لهذه الجمعية الرياضية. اليوم حضرنا الافتتاح ديال الموسم الرياضي المحلي اللي منظمه الفيدرالية الرياضية لمدينة الرحمة، كنقدموا لهم كل الدعم باش ينجحوا هذا الدوري المحلي. وحنا بصفتنا كأعضاء بالمجلس وكفريق يشتغل باللجنة اللي مكلفة بالشؤون الرياضية، كنقدموا لهم الدعم الكامل. وحنا مع جميع الجمعيات اللي بغات تشتغل في المنطقة ومرحبا. باسم إدارة الفيدرالية الرياضية كنشكر الحضور اللي حضر معنا حفل افتتاح الموسم الرياضي 2021/2022 وبمناسبة عيد العرس المجيد، تخليدا هذه الذكرى العزيزة علينا نحن كمجتمع رياضي بمدينة الرحمة والجمعيات المنتوية تحت لواء الفيدرالية الرياضية، احتفلنا بهذا اليوم هذا بحضور رئيس المجلس الجماعي السيد هشام غفير وكذلك مندوب وزارة الشبيبة والرياضة السيد هشام جلواج اللي تحضر عليه الحضور وبعث ممثل من المندوبية، وكذلك السيد قدماء اللاعبين والأطر الرياضية بالمنطقة والفعاليات الرياضية وبحضور اللاعب رجاء البيضاوي السيد البشير وكذلك اللاعب السابق للمنتخب الوطني بابا وما أدراك ما بابا، صراحة اللي قدم شيء الكثير للكرة الوطنية. وباسم جميع الفعاليات الرياضية كنشكرهم على الحضور ديالهم على التنمية الرياضية المحلية، وكنقول لهم الفيدرالية إن شاء الله تقول الكلمة ديالها وغتحسن المنتوج الرياضي بالمنطقة، وشكراً.